إذا الجو الآن في شغور حمانة بياخد العقل، برودات بيطيروا العقل وهيك ظلال وشباب طيبين وصبايا أطيب والضيافة تلفت النظر. وهلأ طبعا قربنا الساعة 1:50، قربنا موعدنا مع الغداء، واسم الله راس الكبي بتفتح القابلية. بدنا نتعرف بالأول على أول جرن كبي. تفضلوا، أهلا وسهلا فيك كلوديت أبي ظاهر. نين يا ست كلوديت؟ من صغرتها. من صغرتها، أهلا وسهلا فيك وبصغرتها. الجرن الصغرتاوي تحول إلى قرص كبي وإجا من صغرتها أحمد. أهلا وسهلا بكلوديت. يعني فعلا شغلة ملفتة للنظر. فينا حنا وكميل تعوا عملوا معروف، خذوا المقاسات اللازمة، بس ظهرك يعني لإلي بيكون أحسن كميل. أيوة وجهك على الكاميرا أحلى بكتير يا كميل، ولا مستحي؟ قديش كلوديت؟ 180. لا ولا 110. 107 سنتيمتر. إذا استدارته 107 سنتيمتر ووزنه يكون ما شاء الله مرق ورق السيجارة فعلا. معلش ما بهم. 107 لكلوديت الاستدارة. 200 جرام ما شاء الله، وزنه 200 جرام واستدارته 107 سنتيمتر. 250 ولا 200؟ 250 جرام. أظن تدحرجت الأرقام القياسية. 250 على 107. بدي هنيكي يا ست كلوديت. هالقالب الثاني لمين؟ سمر نصر. سمر أهلا وسهلا سمر. بس المشكلة سمر أنك عملتي أنت طبقة واحدة ما هيك؟ إيه هاي السنة أنت كنت حاططها على الساج. طالعة فيه إنه مش مفروض قرص الكب يكون مسكر؟ أستاذ رياض ده أول نتيجة. قدي؟ 2.3 بالسنتيمتر. 2.3؟ نعم 2.3 رقم قياسي مميز في حمانة لقرص الكبي. برافو. ما بقى يصيع. على كل حال أنا هذا أنا بعتبر إنه هذا يعني قرص كبي ديكور أكثر ما هو قرص كبي. قرص كبي المفروض يكون مسكر معك. رجع قيس لنشوف. معلش متر ونص لهون. ما وقت عمي ذوقان الشامي ما هيك عصاج عمي. ذوقان يومتها عسلامة عينه لأنه كان عامل أول قرص كبي رقيق بين كل المشتركين. 190 190 سنتي. منجرب نعمل معروف الوزن. هلا ذوقان ساعدك فيه؟ لا وحدي. وحدك. منين حضرتك؟ كفر نبرة. من كفر نبرة اهلا وسهلا. 2 كيلو. 2 كيلو على 180 سنتي. 2 كيلو على 180 سنتي. والغطا بس بدنا الغطا طورين. ايش عامل؟ فاذا 12.11 وبدون غطا. 11.12 13.15 ماشي الحال. المهم انه ما له. اذا نحن بنشكرك. القالب الثالث لمين؟ هلا شعار. اهلا بهلا. يا هلا بهلا. منلك هالحلا يا هلا. منين حضرتك؟ من عيناب. من عيناب اهلا وسهلا فيكي. 71 سنتيمتر. بس لا هذا قرص كبي مزبط، هو قرص كبي تبع صغرتها. قرص عن جد هذا. 300 جرام. 300 جرام. 400 شو باكي احنا البوسة حويناتك تبرني. 400 جرام فأزان. 4 400 قداش يا حضرات اللجنة الكرام؟ 4 كم جرام؟ 400 جرام والاستدارة 71 سنتيمتر. طيب ننتقل هلا للقرص الثالث نشوف النتيجه بعدين. على مهلكم. 5.6 يعني كلفنا خاطرك يا ست هلا، عذبناكي مع انه جد قرص حلو. ما في عذاب ماشي. كلك ذوق ميرسي كثير شكرا. القرص الاخير هلا محاوله هون لحتى شيله بدون ملاحق له كمان استاذ. الاسم الكريم سلوى المغربي. منين يا ست سلوى؟ نكفر سلوان. نكفر سلوان. بكفر سلوان عندكم سنوبرات بيطيروا العقل؟ وين مش جايبه معك سنوبر؟ لا ما عندناش نحن. لازم. طيب اهلا وسهلا فيكي. 130 سنتيمتر. نعم 130 الاستدارة. يبقى الوزن منشيله بعدين بنرجع نطرح. 130
2250 بدنا نشيل منه الصينية بس 2250 عمال معروف زحته أو شيله هيك ما زاله بيطلع معه 2250 نطرح منه ما يلي حنا البوس العوانات استعير نص عوانات جورج كرم كيلو 150 نطرح منهم كيلو 150 نطرح منهم كيه مزبوط الاستدارة قداش طلعت 130 سنتيمتر بتصور أنا مازال جرن الكبي 8.4 إذن بعدنا مع كلوديت أبي ظاهر كلوديت إذا بتلبسيني على راسي يسعدني تفضلي بس أنا مبروك لكلوديت زقفولة رقم قياسي جديد تحطم في حمانة هلأ بدي أخذ رأي الصبايا شو رأيكم بقرص كلوديت هلأ رأيك المزبوط هلا هو حلو بس الكعب مقطوع عنه مش معقول هيدا مش قرص كبه نص قرص هيدا نص قرص انت فيكيش تحكي لانه نص قرص كمان وينها حلو كتير بهالرقيه كيف شايلته عن الجرن اها تقربي يا كلوديت لعندي بتعملي معروف طالع معك عن الجرن يعني مع انه اساليها مره ثانيه كيف طالع معك عن الجرن طلع طريقه خاصه انا خبروني بعض الستات الخبيرات بصنع الكبه انكم في بعض ستات عم بتشاطروا بيحطوا معهم نشي او شيء هيك ما بعد انت شو حاطه معه ولا شيء سيليكون باتكس كذا هي ايشني هو طيب اذا مبروك لكلوديت من معروف المصريات وين المصريات ميرسي وبدنا نذكر كلوديت انه دائما لتربح باكبر واطيب قرص كبه تستعمل زيت الفي اذا الف مبروك اهلا وسهلا بالصبايا سمنة الفي